من الاهلي. خلينا بقى نطلع للمونديال قطر، هذا الحدث العالمي والتاريخي. مع كل مباراه الحقيقه بتحصل قطر بتكتب تاريخ جديد في عالم كره القدم، وده طبعا بسبب التنظيم المونديالي الرائع. كلنا بنتابع روعه الاستادات والملاعب، وكمان في هذه الدورة شفنا تقنيات جديدة في هذا المونديال بتستخدم لأول مرة، زي حكم الروبوت، بتفوق سرعته بكتير جدا عن حكم الفيديو المساعد في الكشف عن التسلل باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. لسه مع أجواء كأس العالم، والنهاردة منتخب المغرب أكمل سلسلة اللعب الرائع الحقيقة لمعظم المنتخبات العربية، وحقق تعادل مهم جدا مع منتخب كرواتيا تاني العالم. هينضم لينا دلوقتي كابتن النجم الكبير الكابتن هشام بوشروان، واحد من نجوم كرة القدم المغربية وهداف قدير، تألق بشدة مع نادي اتحاد جدة السعودي، ولعب لأندية ليل الفرنسي والرجاء المغربي والأهلي القطري. طبعا يعني كابتن هشام على المستوى الشخصي صديق عزيز، ويعني بحبه جدا. يعني معنا كابتن هشام بوشروان مدرب الرجاء المغربي الحالي ونجم المنتخب المغربي السابق. يا كابتن هشام اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنبقى سعداء لما بتبقى موجود معانا الحقيقه. السلام عليكم وانا سعيد كمان، شكرا على الاستضافه وتحيه للمشاهدين الكرام. تحية ليك يا كابتن هشام. أولا بقول لك مبروك طبعا على البداية الجيدة جدا لمنتخب المغرب في كأس العالم بالتعادل مع كرواتيا وصيف البطولة السابقة. قول لي رأيك في هذه المباراة. والله مباراة كانت صعبة، وكنا منتظرين مباراة صعبة وصيف البطل طبعا اللي هو المنتخب الكرواتي، يضم نجوم كبار مودريتش ورفاقه. أكيد نقطة إيجابية جدا في بداية المشوار. أهم حاجة في كأس العالم أو في أي بطولة أنك ما تنهزمش يعني في المباراة الأولى. صحيح. اللي حصل المنتخب المغربي نقطة إيجابية ومؤشرات جد إيجابية بالنسبة للمنتخب المغربي باللعب الجماعي وكذلك الصمود أمام وصيف بطل العالم. أشياء إيجابية استفدنا منها اليوم، خصوصا على المستوى الدفاعي، لكن على المستوى الهجومي ينتظرنا عمل كبير من اجل تسجيل اهداف، ومن اجل يعني لو تبقى انت تريد تاهل الدور الثاني لازم تسجيل اهداف. حضرتك كنت مهاجم كبير وشاركت في اكثر من 25 مباراه دوليه، ايه هي مشكله هجوم المنتخب المغربي؟ والله يعني المشكل اللي كان هو الانتقال من الدفاع للهجوم ما كانش يعني كويس اليوم. صحيح ان عندنا مهاجمين الطراز الرفيع، لكن ما استفدناش اليوم من التنقل يعني من الدفاع للهجوم. فبكل تاكيد عندنا تقنيا يعني كنا في المستوى، لكن ما جاوناش يعني محاولات كثيره، ما خلقناش يعني مساءات للدفاع الكرواتي. ممكن يعني الحفاظ على الشباك كان اهم نقطه اليوم، لكن كما قلت لك يعني انتظرنا عمل كبير على مستوى الهجوم. اظن ان المهاجمين يعني كانت عندهم ادوار دفاعيه اكثر من هجوميه. حمد الله والنصيري متفاهمين في هجوم المنتخب المغربي من وجهه نظرك، ولا مده غياب حمد الله الكبيره عن المنتخب ممكن تكون مؤثره عليه؟ صحيح يعني حمد الله مهاجم كبير ولاعب هداف، لكن ممكن حتى المدرب يعني عنده نظرة مختلفة عن ممكن كان يحتاج مهاجم يقوم بأدوار دفاعية أكثر ويسوي يعني ضغط عالي على المدافعين الكروات. هذا اللي شافه يعني في المصير اليوم. بكل تأكيد المصير يعني قام يعني بأدوار دفاعية أكثر ما هي هجومية ونجح في ذلك، والدليل هو المحاولة الخطيرة اللي كانت تسجيل الهدف لولا فيري هو اللي انقذ المرمى. نعم. ممكن نحتاج حمد الله في المباراة الجاية، لانه لازم عليك تسجل الاهداف ولازم تفوز باش تأهل للدور القادم. نشوف يعني بلجيكا اليوم مع كندا وجد صعوبات كثيرة، وعنده يعني فريق اللي ممكن تجاوزه،
شريطة الفوز عليه، وعنده يعني إمكانيات كبيرة باش تفوز على المنتخب البلجيكي، لكن تبقى يعني مباراة ملغومة بالنسبة للمنتخب المغربي. ولازم نأكد أن نقطة اليوم كانت مؤشر للتأهل للدور الثاني، وكذلك للفوز في المباراة الثانية اللي هي مفتاح التأهل. لو يعني تعادل المباراة الجاية فالأمور تصبح معقدة جدا، وبلجيكا فايزة على كندا لحد الساعة يعني دقيقة 90، فأظن أن الأمور صعبة يعني في المباريات الجاية، ولكن كل شيء ممكن في كرة القدم، وكل شيء ممكن ننتظروه من المنتخب المغربي اللي كما قلت لك يعني عنده مؤشرات جيدة جدا إن شاء الله، وتفاؤل كبير لدى الجمهور المغربي. كابتن هشام، المنتخبات العربية وفوز المملكة العربية السعودية على الأرجنتين وتعادل تونس والمغرب، هل من الممكن أن نرى أكثر من منتخب عربي في دور الـ16؟ هذه يعني فرصة كبيرة للمنتخبات العربية، لكن قطر يعني في المباراة الأولى يعني ما كانش حقيقي. جيد، كان يعني منتخب اللي تفاجأنا يعني بحضوره يعني في المباراة الأولى. صحيح. منتخب السعودية برهن على منتخب قادم بقوة، شفناه يعني استعدادات جيدة اللي قام بها ومقابلات الودية الكبيرة. صحيح هذه دورة استثنائية بالنسبة للمنتخبات العربية، لو لم نتأهل يعني بأكثر من منتخب في الدور الثاني، فبالنسبة لي في الأمور باش تصعب على جميع المنتخبات العربية يعني في كؤوس العالم الجاية، لأن فريق دولة عربية تستضيف الدورة، فهذه هي الفرصة الكبيرة. الجمهور اللي شفناه يعني بتقول يعني المباريات تلعب على ملاعب بلدان اللي تلعب يعني العربية كتونس، وشفناها الأمس والسعودية كمان والمغرب اليوم، كما قلت لك هذه فرصة تاريخية إن شاء الله لجميع المنتخبات العربية من أجل تأهل الدور القادم إن شاء الله والدور الثاني. السعودية برهنت على ذلك وتستحق يعني انتصارها على الأرجنتين. تونس كانت تستحق أكثر من نقطة بالأمس، صحيح. ضيعت مجموعة من الفرص لكن اكتفت بنقطة واحدة، وكانت ممكن تنتصر على الدنمارك، منتخب قوي جدا. المغرب كذلك اليوم ولو يعني ما كانش عندنا فرص كثيرة، لكن على الأقل خرجنا من نقطة إيجابية جدا، فهذه فرصة كبيرة للمنتخبات العربية باش تشوفوها يعني في الدور الثاني إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا كابتن هشام على وجودك معانا. كابتن هشام بوشروان نجم منتخب المغرب والمدرب العام لنادي الرجاء المغربي، شكرا جزيلا لوجودك معانا.